لله الذي بفضله تتم الصالحات وتتنزل البركات وتدفع النعمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إيمان وإذعان وإقرار، شهادة تنجي من قالها من عذاب النار. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، عمار بيت الله، نتواصى دائما بوصية الله للعالمين، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل، فإنه قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأسأل الله العظيم لي ولكم أن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، عمار بيت الله، في هذه الجمعة التي تصادف اليوم الأخير من أيام التشريق، التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فينبغي للمسلم أن يستكثر من ذكر الله عز وجل إلى نهاية هذا اليوم. ونسأل الله أن يعيد علينا عيد الأضحى وأيام التشريق أعمارا مديدة وسنوات عديدة، ونحن بخير حال يا رب العالمين. أيها المؤمنون، أردت في هذه الخطبة القصيرة أن أتحدث عن سنة نبوية عظيمة تكاد تنسى وتكاد تمحي وضيعها كثير من الناس. هذه السنة هي سنة الاستخارة، فإن من كمال عقل الإنسان أن يستخير الخالق ويستشير المخلوقين ويثبت في أمره. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوقين وثبت في الأمر. كثير من الأحوال تصادفنا في حياتنا فتجدنا حيارى، يشكل الأمر عليه أن نختار هذا الأمر أو نختار هذا الأمر، وتجد الإنسان قلقا، تجده خائفا، خائفا من اختياره، خائفا من المستقبل، يريد أن يطابق اختياره الخير، أو على الأقل إن كان الأمر فيه خيران أن يطابق خير الخيرين ويتجنب الآخر. لذلك تجد محتار، يتقلب محتارا، يتقلب بين الناس، يسأل هذا ويستشير هذا ويأخذ برأي هذا، وتجده خائفا من الإقدام عن الاختيار مخافة أن يقع في شر الاختيار. هنا كمال العقل يقتضي منك أمرين، يقتضي منك أن تستشير من تتوسم فيه كمال الرأي وحصافة العقل وكمال المعرفة والعلم. العاقل يضيف إلى عقله عقلا آخر إذا استشار آخر، ويضيف إلى عقله عقلين إذا استشار اثنين، ويضيف إلى عقله عقولا إذا وسع ظاهرة الاستشارة. وهذا الأدب أدبنا به ربنا في القرآن، حتى أنه جعل لنا سورة كاملة سماها سورة الشورى، وفيها أمر الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كماله فهو أفضل الخلق وسيد البشر عند الله عز وجل وسيد ولد آدم يوم القيامة. يقول له ربه سبحانه وتعالى قبيل أو بعيد غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمون: وشاورهم في الأمر. ولما حدثنا القرآن عن برديس ملكة سبا، كان مما أثنى به القرآن عليها أنها قالت عندما تلقت خطاب سيدنا سليمان، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت قاطعة أمرا، هذه الرئيسة أو الملكة، هذه الحاكمة لقومها، رغم أنها من
ملكا والملك لا يسأل عما يفعل، لكن من تمام عقلها قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فما النافية وأمر النكرة، وعند اللغويين إذا استدلت النكرة على نفي عمت، بمعنى أنني لا أتخذ قرارا صغيرا أو كبيرا حتى أرجع لاستشارتكم. إذا أن تطلب الاستشارة في أمر من الأمور هذا لا يدل على نقصان عقلك، وإنما يدل على كمال عقلك وكمال حكمتك. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا للاستشارة وأن تستشير أهل الصلاح والخير والرأي والخبرة والعلم والمعرفة والتجربة والمنكة. هذا من كمال عقلك. شاور وإن كنت تشاور، هكذا يقول عوامنا والمعنى صحيح، لكن هذا البشر الذي تستشيره يعلم من الأمور ظواهرها فقط. قد تستشيره في تجارة مع فلان فيخبرك بما يفهم له من فلان، بعض فلان لا يعلم المستقبل، لا يعلم، لا يعلم ما سيقع بعد ساعة، وهل سيثبت فلان على ما كان يعرف منه من صفة أو ينقلب عنها تماما. لا يستطيع هذا الذي تطلب مشورته أن يخبرك عما سيقع في غد أو بعد أسبوع أو بعد عام، إنما هو يعطيك الرأي على ما يظهر له. وأنت تريد أن ألا تندم، تريد أن لا تخيب، أنت تخاف من الغيب. النبي هنا يعلم أمته المرحومة أمرا وسنة، هذه السنة تساعدك على الاختيار بأن لا تندم في اتخاذ القرار المغيب عنك والذي هو غيب عند رب العالمين. إذا ألقِ حمولتك على الله واجعل توكلك على الله واهرب إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلجأ إلى الله الذي يعلم الغيب واصدق في توكلك عليه واطرق بابه، ارمي الأمر بين يديه وقل له لسان حالك وأنت تقوم بهذه السنة يقول يا رب اغفر لي، يا رب اختر لي، يا رب قدم لي الخير فيها في هذا الأمر، يا رب وجهني إلى الخير. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كنز عظيم يدفع عنك الهم والقلق والخوف والوجل ويجعلك تختار الاختيار الذي لا تندم بعده ولا تخيب. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى سنة الحبيب، وأن يجعلنا ممن يسيرون على سنته، وممن يهتدون بهديه، وممن يقودون على أسوته وعلى طريقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. ثم أما بعد أيها المؤمنون، مجتمع الصحابة الذين كان النبي يعيش بينهم تعلقوا بالله في كل شيء وتوكلوا على الله صدق التوكل، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم الكلمات التي ألقاها النبي في غدوة ابن عباس عندما قال له يا غلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتركها وخالق الناس بخلق حسن. وقال له في الحديث، قال له إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله. كذلك الاستخارة، كان النبي يعلم صحابته بالاستخارة كما قال سيدنا جابر في الأمور كلها، وضع خطا تحت كلمة كلها، لا تقول هذا الأمر صغير لا أستخير الله فيه، ستضيع على نفسك خيرا كثيرا وأجرا عظيما، وقد يكون هذا الأمر الصغير في خطأك في الاختيار فيه خطر عظيم عليك، قد يكون سبب تعاستك، قد يكون سبب شقائك، قد يكون سبب تضييع الفرص عليك، لا تقول هذا الأمر صغيرا. كان النبي يقول سيدنا جابر يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها صغيرها وكبيرها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستخر أحدكم ربه ولو في شسع نعله، حتى لما ينقطع
قريبا يرجع ركعتين من غير الفريضه، لا تتأتى هذه بصلاه الفريضه انما بركعتين نافله، ولا بد ان تكون النافله في وقت تجوز فيه النافله، لا تكون بعد صلاه العصر، لان النبي قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا يكون بعد الصبح لان الحبيب قال لا صلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا يكون عند الزوال قبل الظهر بربع ساعه، ولا يكون عندما يكون الامام على المنبر فان النافله تحرم عند ذلك، ولا يكون في المسجد اذا اقيمت الصلاه للامام فانهما صلاتان في وقت واحد، انما في الوقت الذي تجوز فيه النافله، فيصلي ركعتين يقرا فيهما بما شاء من القران، واستحب البعض ان يقرا في الاولى بالكافرون وفي الثانيه بالاخلاص، وبعضهم كالامام القرطبي قال يقرا في الركعه الاولى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي الآية أو السورة الثانية الركعة الثانية يقرأ قول الله سبحانه وتعالى من سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة من أمره. إذا يقرأ الركعتين ثم يسلم، وفي دبر الصلاة يقول بعد أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يكون بالصلاة الإبراهيمية، ثم يرفع يديه إلى السماء إلى الله متضرعا موقنا صادقا متوكلا على الله، ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، يا ربي أطلب منك أن تختار لي، يا ربي أطلب منك الخير في هذا الأمر، اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستقدرك بقدرتي وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، افتقار إلى الله، التجاء إلى الله، أن تلقي أمرك كله بين يدي الله، ثقة بالله عز وجل وتوكل مطلق عليه، والله لا يخيب من كان هذا اليقين، حتى وإن بدا له الأمر عكس ما يريد، والله لن يخيب، لأنه استخار ربه، وأيقن بالعجز بين يدي الله، والتجأ إلى الله، وصدق في التوكل على الله، فما خاب من استخار، لذلك وأستقدرك من قدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه تجارة أو خدمة أو زواج أو سفر أو بيع أو شراء أو كراء أو اكتراء أو غير ذلك من أمور الدنيا ومعاشها، يسأل هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي أي اجعله قبل ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقتل لي الخير أما كان ثم رضني به. فإذا استخار الله بهذه الطريقة عزم وتوكل على الله واختار ولا يخيب بعد ذلك، إن جاء الأمر كان علامة على أن الله قد اختاره له، وإن صرف عنه كان علامة على أن الله أراد له الخير في غيره، فيكون المؤمن ثابتا راضيا بقضاء الله وقدره، راضيا بربه سبحانه وتعالى وما قدره عليه، فلا يخاف مستقبلا لأن أمره موكول إلى الله، وأمره كله متعلق بالله، وهو متوكل على الله واثق بربه، فلا يخاف أبدا، وإنما يعيش طمأنينة ويعيش سعادة ويعيش ثباتا واستقرارا، لأن قوته من قوة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أيها المؤمنون أن يرد إلى ديننا رد جميل، أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر